صباح الورد يا بنات، انا دلوقتي هنزل لكم احلى طريقه كفته رمان بالدنيا. كفته دي انا مميزه فيها جدا وتعتبر حصري لدي فقط. مساء الورد يا بنات، مساء الحب، مساء السعادة، مساءكم كل حاجة حلوة. أنا النهاردة هعمل معاكم الكفتة بالرمان دي، طريقتي تحفة، بعشق الحلاوة دي كلها ماشي مع الرمان. تمام يا بنات، هعمل معاكم دلوقتي كفتة الرمان. كفتة سهلة قوي وسريعة جدا وجميلة جدا عندهم برضو، يعني لما بروح المطعم ده هو ده طلبي المفضل عندهم ماشي، كفتة الرمان. فأنا دلوقتي هعمل لكم إيه؟ هعمل لكم همسك البصلة دي، بصلة واحدة بس مع النص كيلو مفروم، وهطحنهم مع بعض كويس جدا، هخليها ناعمة قوي. بعد كده هنعمها هنا، فاكرين طريقة الكفتة اللي انا عملتها؟ هنعمها هنا تاني واحط عليها معلقة صويا صوص ومعلقة زيت زي ما انتم شايفين كده، وهضيف برضو معلقة كاتشب، ونهرسهم مع بعض كويس قوي. وهنرجع نشوف هنعمل ازاي كفتة الرمان. وهنحتاج طبعا جبنة مبشورة، جبنه مبشوره، لازم جبنه مبشوره ماشي. دلوقتي برضو هجيب الجبنه مبشوره وانا جايه. عندنا يا بنات هنا زي ما انتم شايفين المقادير بتاعتنا دلوقتي بقت محدوده. عندنا اللحمه المفرومه عجنتها خالص مع البصلايه، بصلايه واحده تبقى ناعمه قوي كده ماشي، تبقى زي المعجون خلاص. وعندي هنا معلقه سميط، معلقه كبيره كده، معلقه الحجم ده سميط خلاص، هنحطها عليها. وهنحط التوابل بتاعتنا اللي قلناها، اللي هو البابريكا وكزبره وفلفل اسود ونص بهارات ورشه هيل ورشه جوز الطيب. تمام كده عندي كل ده هنا مع بعض. هعمل ايه؟ هقطع بس ديت الفلفله، هقطعها قطع صغنونه خالص كده يا بنات، وهحطها فين؟ هي في فلفلايه روميه صفرا حمرا خضرا اللي عندك حطيها اي حاجه. برضو قطعيها حتت كده حبيبه قلبي، حبايبي قطعوها كده تمام. دي سهله قوي، يقدر ينفذها حتى اي واحد، يعني حتى لو في ناس كتير مغتربين ورجاله ومش عارفين يعملوا اكلات غريبه ولذيذه، دي جميله قوي وسريعه، وتعملوها على النار من فوق، مش محتاجه يعني انتوا تعملوها على الفرن. وتاخدوا الفلفل مع الجبنه الموتزاريلا هنا مبشوره وتخلطوهم مع بعض تمام. وهنعمل ايه تاني؟ وهناخد الرمان بتاعنا يكون متفصص، تفصصوا الرمان وشايلين منه الميه، وتاخدوا منه نص الكميه هنا والنص هنحطه بعد ما نطلعها عند التقديم، وتقلبي حاجتك ومكوناتك كده. طبعا احنا مش هنحط ملح ولا هنضيف اي حاجه، لو عايزه تضيفي ضيفي بس رشه زعتر، رشه زعتر واحده بس، رش زعتر، زعتر زعتر طبعا زعتر اكل، زعتر بيتزا ماشي، مش زعتر بتاع الفطاير. تمام كده عندي حشوتي اهي جاهزه، وعندي هنا لحمتي جاهزه وعليها معلقه السميط والبهارات الجميله، وعندي الطاسه بتاعتي انا هعملها في طاسه مش هعملها في الفرن ماشي. انا عايزه اوريكم الطريقه السريعه. الطاسه بتاعتي طبعا رش الزبده، هي اوريدي هتنزل سمنتها، ودعكيها كويس قوي بقى، دخلي كل الكلام ده فيها ما شاء الله اصلا عليها بجد، بتبقى فظيعه، بتبقى حاجه وهم كده، حاجه وهم. ولما يبقى عندك عزيمه وتعمليها هتبهري كل ضيوفك لو عندك عزيمه على العشاء، لان يعني دي اصلا حاجه ليها بتكون على العشاء، يعني بتكون جميله قوي على العشاء بنات. والطريقه اللي انا بعملها قدامكم دي تقدري تعمليها وتعمليها اقراص وتحطيها بالفريزر لو انت بتشتغلي، تيجي تطلعي القرص على طول على النار. تمام كده تبليها كويس بس قوي، صدقوني انا نسيت احط ملح، ثواني اجيب ملح بقى. وعندي هنا اهو الملح بتاعي، حبه ملح صغننين، ادعكها بيها قوي، ادعكيها خليها بصي مدعوكه حلوه قوي وناعمه قوي ماشي. خلاص يا بنات تمام كده، كلها دخل في بعض وكل حاجه دخلت في بعضها تمام وزي الفل. هتبداي تعملي ايه دلوقتي؟ هتبداي تعملي حاجه من اتنين، يا تمسكي قرص قرص تعمليها كده، انا هوريكي بس الطريقه دي، بس انا مش هعملها كده، انا هشيلها واكملها بالطريقه اللي انا عايزه اعملها.
مثلا هقول لكم انتوا تعملي مثلا قرص، قرص مثلا لكل واحد، لكل واحد من افراد الاسره كده كده تمام. وتروحي عامله ايه، واخده شويه من الخليط ده وحطها كده بس شويه محترمين يعني كتير كده، وتبداي تغلفي عليها تمام. بس انا مش عايزه اعملها كده عشان انا عايزه اعملها قرص واحد. ماشي، دلوقتي انا هعملها قرص واحد خلاص. همسك بقى الكميه بتاعتي لان هعملها القرص الاولاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد الطاسه بتاعتي، الطاسه بتاعتي وحاجتي كده عندي. هاخد الطاسه وهاخد نص الكميه، نص الكميه يا بنات. وهعمل ايه فيها؟ تعال هنا ماما، وهفرد هنا كده وتفرديها هنا كانك هتعملي بيتزا. ماشي، خليها طبقه بس رفيعه شويه لان انت لسه هتحطي حاجات فيها. ماشي، والاطراف هنعرف هنقفلها ازاي دلوقتي مع بعض. تمام كده خلاص. شايفين يا بنات عملناها زي هنا كده خلاص. هنروح عاملين ايه دلوقتي؟ تساوي بحيث ان يبقى ايه مقفول عليها كويس خلاص. هنا حبيت افيدها معاكم عشان اوريكم طريقتها الجميله كده. وهتروحي ماسكه الخلطه بتاعتك دي كلها، تمسكي الخلطه دي تنزليها. انا عامله الكميه المظبوطه اللي ليها تمام. تحطي كميتك هنا كده، الجبن الموزاريلا مع الفلفل الالوان مع الرمان الجميل. هتعملي ايه دلوقتي؟ هناخد بقيه نص الكميه اللحم وهنعمل ايه بقى؟ هنبدا ان احنا نفرده بحيث ان احنا نغطي الكلام ده. اها شوفوا حبيبتي، هنا بقى دي فعلا هنا شايفين، هنا هنحط على عليهم دول النص الباقي، النص الباقي هنحط عليه معلقه الصويا صوص ومعلقه الدهن الزيت خلاص. بقت لينه معاكي اكتر، هتاخدي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم وتقططي كده، او لو عايزه تقفلي كده قفلي خلاص. بس انا الاول اول حاجه لازم اعمل الحته دي، لازم اعمل كده. شايفين كده بنات؟ شايفين كده اهي، عشان ايه المبتدئات اللي اول مره يعملوها دي اصلا مش بتاعت حد، دي حصريا لدي وفقط، دي ما حدش عملها قبل كده خالص، دي فقط انا المعروفه في البيت تمام. وتحطيها هنا كده خلاص، وتكملي تقفيل، انك تقفلي عليها تماما خلاص، تقفلي عليها كويس وهكذا. وهكذا عايزه اقول لكم يا بنات، انا كنت بعمل لكم بطاطا في الفرن، يا لهوي ريحتها طالعه فظيعه. ماشي اهو تمام كده حبايب قلبي، هنا كده بحيث ان احنا ايه اللي عندنا الفائض اللي هنا ده ولا هيتقفل عليه كده. وهكذا ماشي، وتقفليها لي خالص، حاولي انك انت تقفليها تماما كده تمام. دي هنا زي ما يطلع مش مشكله، بس الناس تبقى عارفاها. بصوا انا دلوقتي اعتقد ان انا اديتكم كل اسراري في اكلاتي، ما بخلتش عليكم في اي حاجه، فانتوا ما تبخلوش عليا بايه؟ سبسكرايب لايك شير، عشان اديكم كل اللي عندي. انا عندي لسه كتير قوي ان شاء الله، ومش هبخل عليكم باي شيء. تمام كده حبايبي، نحن نخترع كل جديد، نحن نخترع كل جديد، نحن لدينا كل جديد. عايز اقول لكم شفتوا قرص الكفته ده؟ من عشاق ابني، من عشاق ابني تمام. ناخد هنا في فتحه ثانيه هنا اهي. قفلي بقى انت بقى ايه فنانه في التقفيل، قفلي قفلي عليها خلاص كده. بسم الله الرحمن الرحيم، من هنا بقى كده اهو قفلي على كل ده خلاص اهي كده. خلصنا قرصنا، هنعمل ايه؟ هنحطه على نار هاديه، على نار هاديه، ونغطيه بغطا. اذا عندك غطا بتاعك ده غطيه بيها، ما عندكيش غطيها بقصديره او غطا حله مدوره، انا عاملاها قزنيه مدوره يعني هيبقى سهل انك تلاقي لها غطا خلاص. بس كده هغطيها وبططنا كل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا هنسويها فوق،
هنعمل حاجة بقى، هنرش رشة كده رشة زبدة خفيفة، وهناخد يا اما تحطي بقسماط او تحطي سميط اي حاجة، وتحطي سميط كده وتغلفيها بيها. بعد ما تسويها على النار من فوق شوية تخليها الفرن تتحمص من فوق، او تقلب القرص، او تقلب القرص انا زي كده عشان عايزة ادخل من تحت برضو. تمام كده بس يا بنات، واول ما تخلص هوريكم باذن الله شكلها، وهقطعها معاكم عشان اوريكم شكلها الوهم. يا رب تكون عجبتكم الوصفه، ما تنسونيش سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكفته بتاعتي عندي عملت كده ماشي، واتحمرت كويس قوي من تحت واستوت. ليكوا حل من اتنين، يا تدخلوها الفرن تحمروا وشها، يا تقلبوها. بسم الله الرحمن الرحيم، بس تقلبوها بحرص. عماله بقلب ايد واحده عشان بصور بايد الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم ماشي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وتقلبوها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على الناحيه الثانيه. تمام، وتخلوها خمس دقيقتين بقى خلاص. بعد كده هنطلعها ونقطعها ونقدمها مع بعض. بنات اهي خلصت، خلصت، يلا ننقلها هنا في الصحن ماشي، وهنقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي طبعا الطبق اللي انت مجهزه فيها اهو زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، طبق كده. هات هنا ماما التصوير، هات هنا. انت مجهزاه ورمانك، واحلى طبق كفته بالرمان على طريقتي. وهنا تحطي ده كده عليه، لازم تظبيط طبقك. احنا اتفقنا ان دي كفته ايه؟ الرمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وتبداي تقطعيها كده، نقطعها مع بعض ونشوف الجمال بنفسنا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، عايزه ترفعيها رفعيها، عايزه تخليها بالتخن الجميل ده خليها، بس هي حلوه قوي كده. شايفين الجبنه ما شاء الله زي سايحه ازاي؟ ثبت التصوير بقى عشان لازم تبان شكلها. شايفين ما شاء الله يا بنات، شايفين ما شاء الله. نزلي بقى هنا كده، شايفين، شايفين ما شاء الله. الريحه مر بالقلب، الريحه فعلا دمار. شايفين يا بنات، تاخدي الرمان بتاعك تحطيه زي ما هعمله كده بالظبط، ومش هقول لكم غير اذا عجبتكم الوصفه تعملوا لي شير وسبسكرايب ولايك. وايه تاني؟ انتم قبل ما تجربوا الوصفه اعملوا لايك عشان هتعجبكم، هتعجبكم موت، هتعجبكم موت. الوصفه دي من اجمل وصفات الكفته في الدنيا دي كلها. احنا طبعا حاطين فيها رمان من جوه، بس لازم نحط تكه الرمان فوق ورشه ايه عصير رمان كده حلوه على الكفته. متنسيناش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك، ويا بودي قولي رايك وشير. وتقدري الوصفه دي تعمليها لما يكون عندك عزايم، هتدعولي يا بنات هتدعولي. شايفين الجبنه سايحه ازاي؟ شايفين ما شاء الله. حطي رمان كده من جواها تاني. شايفين بسم الله ما شاء الله، جميله جميله، احلى طريقه للكفته. شايفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.